اهلا بيكم في قناة الشرح، وده درس جديد ان شاء الله هنتعلم فيه كيفية تصميم فيديو موشن جرافيك من خلال التليفون بتاعنا بدون تعقيدات وبأسهل الطرق ان شاء الله. ونخش في الشرح على طول لان الموضوع ده هيطول شوية. وبعدين هنختار مشروع جديد، نختار مشروع فارغ، ونحط الصورة اللي هتكون الخلفية بتاعة الفيديو بتاعنا ان شاء الله. هنختار الوقت بتاع الصورة، وريت ما يكونش طويل قوي، يعني حوالي 20 ثانية فما أقل يعني. وبعدين نختار طبقة، ومن الطبقة نختار المقدمة أو الانترو بتاع المقدمة اللي أنا عملته للقناة بتاعتي. هنختار كده، وبعدين هنقص الفيديو بالشكل ده، وهنبدأ نشوف انتهاء الفيديو فين. من هنا كده وهنقص الإطار، هنجيب الإطار في أول الانترو ده، في أول المقدمة بالشكل ده، ونبدأ نعدل عليه. في آخر الإطار هنضيف طبقة مرة تانية، وبعدين هنختار الكرة اللي انا كنت عاملها، الكرة الارضية دي للفيديو. ومن هنا كده هنعمل قص برضو للاطار مرة تانية عشان يظهر بالشكل ده. تمام، هنكبر الصورة، وبعدين نختار مفتاح الصفاء عشان نزيل الكرومة بتاعت الفيديو بالشكل ده. ونحاول بقى نعمل تنسيق بين الفيديوهات دي او بين الكرومات دي وبين الايقونات والحاجات اللي انا هنعملها بعد كده. هندخل نجيب باك جراوند مرة تانية، عذرا نجيب كروما، وبعدين نعمل لها قص اطار اليمين كده، وبعدين مفتاح الصفاء، ونشيل برضو الكروم. هو الموضوع ممكن يكون صعب شوية لكن هو سهل جدا ان شاء الله، وبيجيب يعني مردود كويس، وبيعطي انطباع يعني بشكل ما لذيذ واحترافي يعني عن القناة بتاعتك او المنتج بتاعك. طبعا الكرومات ومختلف الكرومات دي انا سيبها لكم تحت الفيديو ان شاء الله، عشان لو في اي حد من الاخوة المتابعين يعني عايز يعمل فيديو، فده يكون يعني الاختيار الامثل لي باذن الله. وهندخل بالشكل ده، ونختار الايقونات اللي هنحطها بعد كده. طبعا هو دلوقتي بيقول لي ان في مشكلة في الطبقات، ما فيش مشكلة ولا حاجة ان شاء الله. هنختار الفيديو مرة تانية بالشكل ده. طبعا الفيديو ده عايز يتقطع، هنقطع الفيديو عايزينه من الفيديو بالشكل ده. فأنا بعتذر يعني إذا حدثت أخطاء بسبب الإمكانيات المتاحة دلوقتي عندي بالشكل ده. وهنجيب دي بالشكل ده هنا. طبعا الطبقات لازم تكون متنسقة بين بعضها عشان ما تركبش فوق بعض وتحصل مشكلة في معدلات الترميز بالشكل ده. التليفون بدأ يفصل، فنحاول نختصر ان شاء الله. فنعمل قص برضو بالشكل ده، هنقص الفيديو من هنا كده، ونقدم الفيديو شوية، وبعدين هنقصه مرة كمان بس نفصل الفيديو والمكان اللي احنا حددناه عن بعض. هنقص مرة كمان من هنا، ومن الفيديو من هنا نختار الأيقونة اللي احنا عايزينها بالشكل ده.
نختار القناع وبعدين نحدد الشكل ده، ومن هنا كده نعمل نفتح الصفاء ونزيل الكروم مرة تانية. طبعا هو موضوع مرهق شوية، طبعا هنا لو عايزين نعمل نضيف اي شيء تاني فهنحدد الشيء اللي احنا عايزينه يعني بالشكل ده، ونعمل قص مرة تانية، ومن هنا كده هنعمل نفتح الصفاء ونزيل الكرومة ونقص المكان اللي احنا عايزينه بالشكل ده. هنحاول نقص المكان ده كده، تمام. هنقص الفيديو ده كده وهنحذف دي كده، ومن هنا كده نحذف برضو الباك جراوند كده كده. خلاص ده تقريبا كده الفيديو بتاعنا. طبعا الاذان كان بيأذن يعني فما ينفعش ان انا اتكلم، وهنعمل الخط اللي احنا عايزينه او الخط اللي احنا بنفضله يعني من هنا كده. هنضيف مرة كمان طبقة بالشكل ده، نزور موقع الإلكتروني. وهنختار اللون زي ما احنا شايفين كده، تمام. هنجيب بس التكست دي او الكلمات اللي احنا ضفناها دي ونحاول نوسطها عشان تبقى في المكان المناسب بتاعها. تمام. ومن هنا برضو هنضيف طبقة تانية خارة التوهج والخط العريض عشان يدي انطباع كويس، ومن هنا كده هنكبر الخط شوية. هنضيف برضو طبقة مرة تانية وليكن مثلا قناة الشرح، تمام. هنا هندي برضو طبقة مرة تانية أفكار جديدة بالشكل ده، وزي ما قلت لكم يعني كل واحد يبتكر ويدي الانطباع بتاعه واللمسات السحرية بتاعته. طبعا كل واحد فينا ليه حاجات كده في دماغه ممكن يشتغل عليها. طبعا دي طريقة انا بحاول قدر الامكان ان انا يعني ابين لكم ازاي الطريقة وازاي بتكون الطريقة. طيب تمام، هندخل على الفيديو ونعمل له حفظ. ده الفيديو بتاعنا، ونعمل للفيديو حفظ على التليفون. دلوقتي رجعنا مرة تانية وعملنا بعد ما عملنا حفظ للفيديو واخترنا مشروع جديد، وبعدين من الإعلام من هنا أضفنا الفيديو، وهنبدأ نعدل كمان على الفيديو مرة تانية من خلال إضافة بعض الكرومات اللي هتظهر الفيديو إن شاء الله بطريقة لذيذة. هنضيف بعض الكرومات اللي هنا هنجيبها يعني من هنا كده، وهنعمل قص الكرومة دي بالشكل ده لحد ما تبدأ تظهر الكرومة التانية أو الكرومة بتاعت السوشيال ميديا، وهنبدأ نضيفها بالشكل ده.
تمام، من هنا كده أضفنا الصورة، هضيف الصورة وارجع لكم مرة تانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ان شاء الله هنضيف الصور التانية واسم القناة. طبعا انا بعتذر عن اي خطأ وقع في الفيديو ده، وبرجو من الاخوة انهم يستحملوني يعني. وبعدين هنضيف طبقة تانية، ونحاول نضيف بعض اللمسات الجميلة في الفيديو ده. كل واحد يستخدم اللمسات اللي يفضلها يعني، او اللمسات اللي هو حاسس انها تدي انطباع كويس للفيديو بتاعه. رجعت لكم مرة تانية، وبعد ما ضفت التأثيرات والحاجات دي، الكتابات اللي انا عملتها دي من خلال برضو نفس الطريقة، ان انا اجيب الكروما وبعدين احددها واشيل الخلفية الخضراء وتظهر معايا بالشكل ده. طبعا دلوقتي نحفظ الفيديو. دلوقتي حفظنا الفيديو، واجي معاد اللمسات الاخيرة. هنضيف اللمسات الاخيرة من هنا كده، هنجيب الفيديو اللي احنا حفظناه اللي هو ده، بآخر تعديلات احنا عملناها على الفيديو، يعني بآخر تعديل عملناه على الفيديو. طبعا بنعتذر عن الخطأ اللي حصل. هنضيف اللمسات الأخيرة للفيديو. طبعا الموسيقى اللي أنا هضيفها دي هي الموسيقى بتاعت الفيديو ده. فهنعمل استخراج للصوت، وبعدين نحذف الفيديو ده، هيبقى عندنا الصوت بس. من هنا كده نختار قص الصوت ده، لأن الصوت ده أنا في الأول مش عاجبني يعني. وهنركبه بالشكل ده ونشوف الفيديو. بس ده كان فيديو النهاردة، حاولت من خلاله ان انا اقدم افضل شيء ممكن اقدمه من خلال كيفية عمل فيديو موشن جرافيك من خلال التليفون. واتمنى ان شاء الله يا رب تكون افدتكم بقدر الامكان، ويكون الجميع استفاد من الفكرة. وبالنسبة للاخوة اللي كانوا مستنين الفيديو واللي قالوا لي قبل كده عن الفيديو، انا بعتذر ليكم جدا اذا كان حصل اي شيء في الفيديو ده خطأ او سقط سهوا. انا بعتذر لكم جدا، ولو في اي استفسار او اي طلب انا تحت امركم. ويا ريت يعني لو في اي حاجه يعني حابين ان انتوا يعني تتكلموا فيها، او حابين ان تستفسروا عنها من خلالي، وان شاء الله افيدكم، واحاول قدر الامكان ان انا اقدم ليكم اي خدمه تفيدكم في اي شيء متعلق بالفيديو ده، او اي شيء انا قدمته على القناه. بشكركم جدا، كان معاكم محمد. يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان نستمر ان شاء الله في القناه. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.